السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوت الخواتات، كذلكم ماشي الغاليات، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو تنقول لكم توحشتكم بزاف بزاف، وكاع الخوات الامهات اللي كيسولوا الله يحفظكم ليا والله يكبر بكم ويخليكم ليا يا ربي. الحمد لله انا بخير وعلى خير، غير من يوم وقعت الواقعه في المغرب، زلزال وشي ديال ليبيا، شنقول لكم وحق الله العظيم توليت محبطه. الحمد لله على كل حال، واي حاجه كتجي من عند الله مرحبا بها. وكاع الناس اللي ماتوا الله يعمر ربي يرحمهم ويرحم جميع موتانا، واللي مرض الله يعمر ربي يشافيهم ويكون معاهم، ولا اله الا الله محمد رسول الله. كتشوفي راسك كتكوني في بلاد وبلادك كتكون يعني كتحسي براسك، يعني ما عرفش كيفاش نقول لكم. انا بديك الخلعه خرجت عليا وحق الله، وعادتني ولدي الكبير كبير والله، اصلا مع الجو كيتغير عندنا في السعوديه، مره سخون مره بارد، ما عندوش المناعه عاد غير يمرض. ايوا لا اله الا الله وصافي. المهم ان شاء الله اليوم نشارك معكم هاد المحلات، راه ديجا مشاركه معكم. بعد الخوات طلبوا مني نشارك معهم محلات ديال العبايات. المهم هاد المحلات على الشارع العام، كما تنقول لكم شوفوا الاسعار ما تحكموش عليها، ضروري السعر اللي تيحطوا راه ما غاديش تشريو بنفسه. بحال دابا هنا حاطين 220، راه غتاخدو غير ب120، فهمتوا كيف يعني؟ وما شاء الله يعني كينقصو. بالنسبة للسوق العتيبية راه محلات كتير على الشارع العام، وما تزربوش، تشوفوا المحلات تشوفوا الأسعار عاد تشريو. هي نفسها صح؟ المهم الا جيتو قلتو لي من طرف ام فيصل راه غادي يراعيكم، وراه تيعرفني دائما كنجي نصور ليكم عنده. شوفوا ما شاء الله بالنسبه للمناسبات، شوفوا تبارك الله كلها منبته هانتوما. بالنسبه ملي كتبغوا تصبنوا راه كتقلبوها ما كيوقع لها حتى شي حاجه، وفيها الحزام كتحكموا في الخصر كما بغيتوا، كتبقى بحال شكل كسيوه، وطبعا فيها اللوينات كامل وفيها مقاسات. وبالنسبه للمحل غنصور لكم سميتو باش ان شاء الله الا جيتو تجيو نيشان المحل. شوفوا تبارك الله كيف دايره، هذه دايره كيف لاغوب، شوفوا تبارك هي نفس الشكل اللي وريتكم بس فيها الالوان هانتوما. ايوا ما شاء الله الالوان كما قلت لكم مشكلات، وهانتوما كما كتشوفوا شوفوا هذا الرصاصي تا هو كيف ما شاء الله حلوه، زي فيها الحزام في الخصر هانتوما ما شاء الله هانتوما. وفي بالنسبه للناس العشاق الالوان هانتوما اللوينات اللي بغيتو موجوده. بالنسبه للشكل اللي وريتكم الاول يقول صناعه سوريا، وهذه ايش؟ دبي. هذه صناعه دبي، شوفوا تبارك الله كتجيب القب ما شاء الله شي حاجه كشخه، شوفوا كيف. وهذه كم سعرها؟ هذه 120 للمتابعين. عرفتوا هذه لما تكون لابسه بحال شي وحده ولا تكون في المانكان تبان احسن. وطبعا شوفوا اللوينات ديالها، بلاتي نوري من اللوينات. شوفوا هذه كيف الشكل ديالها، فيها الشال ما شاء الله نفس بنطلون. ها بنطلون، فكرت الشال. هذه العبايه كتجيب البنطلون، شوفوا شوفوا كيف دايره من التحت، كتفتح من التحت ومن الفوق ما شاء الله. وفيها القب صح؟ فيها حزام. شوفوا هذه اللي ورانا حقت دبي اللي كتجي فيها القب، شوفوا اللوينات ديالها ما شاء الله، وطبعا فيها المقاسات. غنوريكم هاد الشكيل، شوفوا شوفوا تبارك الله. وهذه كما كتشوفوا حتى هي، شوفوا تبارك الله اليد كيف مخدومه، يعني شي حاجه ديال الاعراض ديال المناسبات هانتوما. شوفوا كيف دايره من التحت، وكتحكموا في الحزام كما بغيتوا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذه ما شاء الله تلمع. وهذه كم سعرها؟ هذه 180 بعد الخصم سوريا. ايه هذه صناعه سوري. المهم حبايبي شوفوا اشكالات كثيره، المهم حاولت نوريكم. عنده برضو الشيلان، وفي هاد الشكيه اللي كيجي بهاد ما شاء الله هاد المحل جايب الجديد، شوفوا تبارك الله. وهذه ما شاء الله كيف عامله من هنا هابطه. وهذه كم يا اخي؟ هذا عندك على 120. شوفوا هابطة، هذا كله أغلبيته دبي. هاي في مثل لون الشيك أسود، شغلها من الخال، يعني نفس الصدرية نفس الظهر، شوفوا تبارك الله شي حاجة. طب شوفوا اليد كل هذه يقول صناعة دبي، شفتوها؟
في ما شاء الله اشكالات كثيره. شوفوا هذه اللي كتجي هكا مطروزه، نوريكم هذه كنت غنوريكم. شوفوا تبارك الله كيف كتجي، كتجي هابطه حتى لتحت بالشال. شوفوا وهذه كم سعرها؟ هذه خزيه، هذه 120. 120 طبعا اللي جا من المتابعين ان شاء الله راه غادي يراعيكم. بالنسبه للحجاج اللي كتبغيو تقداو كثير راه ان شاء الله في مراعاه. شوفوا هذا الشكل كيف توا عامل، هذه ترى فيه فيها الحزام يعني تكمن فيها مع الشال، وما شاء الله المحل تبارك الله فيه الجديد وفيه اشكالات حلوه نفس اللي تلقون في ابراج الصفوة وعند الحرم، يعني لكم الاختيار. شوفوا تبارك الله، شوفوا الشيلان بالنسبه اللي كتبغي فيها الاحجار اللي تبغوها ساده. شايفين شوفوا هذا النوع، شوفوا هذا الشكل اللي طالع لينا، كتجي ما شاء الله كشخه من جوا، فيها اثنين قطع والقطعه اللي تحت فيها حزام تحكمون فيها، واذا قدروا يعني تحيدوا الفوقانيه تبقى لابسين بس التحتانيه. شوفوا تبارك الله من نفس الشيء في الظهريه، وهذه نفس نفس السعر 120. هذه 180 بعد الخصم. 180 بعد الخصم. ما شاء الله مشاركة معكم عدة محلات عند الحرم، مشاركة معكم سوق العتيبية، الاختيار تبقى لكم نتوما فين باغين تمشيو وتقداو، وبأسعار جد مناسبة بالنسبة لسوق العتيبية كتقدروا تشطروا مع البائعين. الشيلان بالنسبة للناس اللي كيبغوا الشيلان، الشيلان عندهم من 10 ريح حتى 15 ريح على حسب الخامة. وصافي حبايبي شوفوا تبارك الله المحل، المحل ما شاء الله مليان وعندهم اشكالات حلوه. شوفوا ماما نصور لكم سميه المحل، هذا هو المحل اسمه لمسه ناعمه. شايفين جا حدا المحل ايس كريم وقريبه لكم محطه الطوبيس، شايفين محطه الطوبيس هنا قريبه لكم. في ما شاء الله هنا محل اسمه البركه الاقمشه، بالنسبه للناس اللي كيبغوا الاقمشه في ما شاء الله كثير. شايفين المحل حق العبايات اللي صورت لكم جنبه هذا المركز اللي هو مركز كبير، اي حاجه يحتاجها المعتمر ما شاء الله موجوده فيه باسعار مخفضه، فيه الدور الاول والدور الثاني، وكذلك عنده الشنط حق السفر. اسم المحل مركز الغيل بوازيل للتخفيضات، ترى جاء على الشارع العام حق سوق العتيبيه. تمام ما شاء الله كما قلت لكم محلات كثيره عندهم العبايات اشكال وانواع. هنا في محل ثاني كيبيع ديال الخردوات، هنا في السعوديه هذه الحديث يقولوا الخردوات يعني هدايا البسيطه، عرفتوا هذه يسمونها هنا في السعوديه الخردوات، من 5 ريال 10 ريال. هنا كذلك عندهم مباخر، هذه ما شاء الله كتباع هنا عندهم ب 10 ريال، ترى اذا اشتريتوها من سوق الكعكي بالجمله تطلع لكم ارخص، يعني تاخذوا الكرتون كتكون فيها 12 حبه، يعني فيه بخمسة فيه بعشرة على حسب هذه النوعية، فيه بعشرة فيه بخمسطاش، وما شاء الله أشكال كثيرة. وكما قلت لكم بالنسبة للسوق العتيبية إذا كنتم ما تبغوا تشتروا بالجملة تقدروا تشتروا من السوق العتيبية، إذا تبغون بالجملة من أفضل لكم تشتروا من سوق الكعكية. المهم كما قلت لكم هذه المحلات راه كتشطروا معاهم. كما كتشوفوا معايا هذه المجموعه ديال العطورات او المسك كتباع ب 25 ريال حتى 30 ريال، هنا في سوق الكعكيه تاخذوها من 20 ريال، الكرتون فيها 12 حبه. على المكيفات شوفوا هنايا، هنا كما كتشوفوا فوقيات في حق المغرب ما شاء الله، شايفين لوينات بالنسبه للناس اللي كيبغوا شي ديال المغرب جايبينا. شوفوا هنا من 29 ريال مع البنطلون، اسعارهم مخفضه هذا المحل. شوفوا هنا من 35 ريال عبايات، هاد الارواب غير ب 10 ريال. شوفوا شايفين حق الصغار من 10 وحق الكبار من 15. بالنسبه للاسدال حق الصلاه هنا اسعارهم جد جد مناسبه بالنسبه للناس اللي كيبغوا يشتروا الهدايا، هنا رخيصه نفس الاسعار حق سوق الكعكيه. وكذلك عندهم هذه حق القماش قطن
من 25 ريال، ومصورة معكم محل داخل سوق عتيبية. هو كيبيع أنواع وأشكال كثيرة والألوان تختلف. وهنا هنا كتجي بس حقة الرأس، شايفين؟ دي تبان الخوات العراقيات، سولوني عليها هانتوما. فيها مقاسات طبعا، في عبايات حق صغارين من 30 ريال 20 ريال، شايفين؟ شفتوا الأسعار؟ من 23 25 28 49. المهم أسعار كما قلت لكم أسعارهم حلوة. شوفوا هنا من 49 ريال، شوفوا هذه كيوت من 20 ريال. طبعا فيها مقاسات، شايفين؟ وهذه تيجي 2 قطع حلوة. هادو الخوت من 29 ريال، شوفوا. والجلابيات من 35 39 49 كما كتشوفوا انتم. هنا كما قلت لكم سوق العتيبية سوق كبير، سوق يعني متنوع فيه كل شيء. بالنسبة للوليدات شوفوا هنا الأروع غير ب 12 ريال حق البيت. شوفوا هذا فيه قماش قطن، وهذا سريتش، سريتش ب 13 وهذا ب 12 حق المبرة. ما شاء الله عندهم كما كتشوفوا هنا في تيشورتات حق الأطفال، الأسعار حقها من 25. شي حاجة حلوة انتم، ما شاء الله سوق كبير انتم. أهم حاجة بارد. شوفوا هنا كم الأسعار، من 30 ريال. عندهم حتى الملابس الشتوية. ايوا صافي، عنديكم واحد القسم خاص بالعبايات من 79 ريال، أسعارهم حلوة. شوفوا هذه فيها مقاسات، شوفوا هذه كيف تجنن، فيه قصيرة وفي طويلة. وهنا من 19 25. شوفوا هذه، تخيلوا دي ب 29 ريال. وهنا العبايات عندهم من 70 79. شوفوا ما شاء الله انتم، كتب عليكم الزواقة واضحة. شوفوا ما شاء الله، شفتوا الأسعار 79 ريال. وهنا الفوقيات ديال الوليدات الصغار، فيه الكبار كما كتشوفوا فيه الصغار. زي ما تشوفوا هذا المحل عنده فوقيات بالنسبة للوليدات الصغار من 10 ريال، شايفين؟ وهنا 10 ريال. طبعا المقاس اللي بغى يشوف، شوفوا هنا مقاسات كبار حق من 12 سنة 13 سنة، هنا من سنة سنتين، ما شاء الله كل شيء كل شيء. هنا حق الكبار، والكبار على كم؟ 20 32. يقول من 20 32. شوفوا هنا عندهم السجايد، وهنا على كم يا اخي؟ هذا في 10 وفي 15 وفي 8. شايفين ما شاء الله جبت لكم ارخص محل مخفض، كل شيء عندهم رخيص. ها انتم هذه وشو؟ طاقيات. الدرزن على كم؟ الدرزن 15 ريال. شوفوا الدرزن ب 15 ريال. في حقائب نسائية 49. شوفوا ما شاء الله. وهنا على كم؟ ب 10 صح؟ شوفوا ب 10 ب 8. ما شاء الله هنا كيبيعوا السجادات بثمن حق الجملة، برا يبيعوها بعشرة، هنا يبيعوها بس بثمانية ريال. وإن شاء الله تجيو لهذا المحل، راه كيما قلت لكم فيه اثنين مراكز كبار على الشارع العام، كيبيعوا بأسعار جدد مخفضة. المهم نصور لكم المحل من برا. هذا هو المحل الخوت، اسمه الهرم التوفير، الهرم التوفير اللي صورت لكم. شفتوا ما شاء الله عنده كل شيء رخيص. بالنسبة للمحل اللي صورت لكم هلا اسمه هرم التوفير، كما كيبان لكم على الشارع العام، وجنبه مركز صغير بوازير للتخفيضات. ترى هما اثنين مراكز كبار ما شاء الله، عندهم كاع الحاجات اللي كيحتاجوها المعتمرين بأسعار جدد مخفضة، وكتجيو من عند الحرم في الطاكسي أو مشوار أو الطوبيس مجانا.
طاكسي او مشوار راه كتجيو ب 15 حتى 25، طوبيس راه كيجيبكم مجانا الى هذه الاسواق على الشارع العام.